انقطع الحبل الحديدي لرافعة صهاريج غاز الكلورين السائل في ميناء العقبة ليتحول المشهد إلى فاجعة. تسرب أكثر من 20 طنا من غاز الكلورين السائل منتشراً على مسافة قدرها 500 متر حول السفينة، أودى بحياة 13 شخصاً وإصابة المئات بالاختناق. ما حدث سيدي مبدئياً هو انقطاع أحد أدوات المناولة اللي حامل لهذا الكونتينر، سقط على ظهر الباخرة نتيجة وجود أعمدة معدنية على ظهر الباخرة أدت إلى انثقاب التنك وخروج مادة الكلورين المسال إلى الخارج. فقدنا زملاء أعزاء علينا ليلة البارحة. وزير البيئة الأردني أكد وصول فريق متخصص لمكان الحادث لأخذ قراءات لتحديد تركيزات غاز الكلورين في الهواء بعد تسربه، وفريق آخر لتعقيم المكان بالكامل والتأكد من سلامة صوامع حفظ الحبوب من التلوث. بلشنا نأخذ قراءات من مدخل العقبة إلى الميناء إلى الصوامع، جميع القراءات طبيعية، ما في أي شيء متجاوز الحد الآمن وبحمد الله، واليوم أخذنا قراءات في البحر. الحكومة شكلت لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث، وأكدت عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة العقبة والميناء باستثناء رصيف الحادث. العدد الكلي للوفيات الكلي ما بين أبنائنا الأردنيين وما بين أبناء الجنسيات الأخرى تقريبا 13. الأعداد في الموجودة في المستشفيات تتناقص بشكل كبير وحثيث بعد ما تلقت العلاج. كلفت وزير الداخلية برئاسة فريق للتحقيق والتحقق في هذا الحادث والوقوف على أسبابه والسبل الكفيلة بأن لا يتكرر مثل هذا الحادث. وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله قد وصل ميناء العقبة والمستشفى الميداني من أجل الاطلاع على إجراءات الحكومة في مواجهة الحادث. تداعيات سقوط وانفجار صهريج الكلورين السامي هذا لم تنتهي بعد وفاة 13 عاملاً في الميناء ودخول المئات إلى المستشفيات بسبب التسمم، وسط وعود حكومية بمحاسبة المتسببين والمقصرين بعد انتهاء التحقيقات بهذه الفاجعة. حيدر العبدلي، الحرة، العقبة.